واضح انه السنه دي كده فيها حاجه حلوه يعني. رمضان مدي طعم، ديانج مدي حريه، كل الناس بلا استثناء يعني. لكن انا بتكلم على الحاجات اللي كانت غايبه السنه اللي فاتت يعني. قد رمضان جه من نهايه السنه اللي فاتت، بس لما تفرق لما بيعمل فتره اعداد مع الفريق تحس كده انه ال 25 26 لعيب 30 لعيب اللي موجودين كلهم في هارموني. ما اعرفش احساسي كده، انا حاسس صح ولا غلط يا عم؟ طبعا يعني اللعبة كلها يعني اللعبة كلها مركزين، بادئين مع بعض كلنا من الموسم اللي فات. معظم اللعيبة، حتى اللعيبة اللي بتيجي جديد على الفرقة بتندمج مع الفريق بسرعة. اللعيبة كلها بتحب بعض، وكلها يعني ما حدش بيزعل ان هو ما بيلعبش، كله في التمرين بيموت نفسه عشان مصلحة الفريق. في تفاهم طبعا بين اللعيبة كلها، عشان كده تلاقي اي حد بيلعب بيقعد فترة كبيرة ما بيلعبش ويجي بيلعب بيأدي كويس وبيعمل صحيح. مطلوب منه طبعا. فدي فرقة مع الفرقة السنة دي. بس مركزك بالتحديد هو مركز صعب جدا في النادي الاهلي يعني. حضرتك كريم نيدفيد ربنا يشفيه، حمدي فتحي ربنا يرجعه بالسلامة، أليو ديانج، حسام عاشور ربنا يوفقه في اتخاذ القرار، محمد محمود الصحيح، محمد محمود ربنا يرجعه بألف سلامة، وإيه بقى كلكم تقلات تقلات بمعنى تقلات يعني. هل المنافسة قبل الإصابات كان لها دور؟ انه بسم الله ما شاء الله لما لعب حمدي فتحي كان احسن واحد في مركزه، لعب محمد محمود كلكم بلا استثناء يعني لحد ما الدنيا رست عليك انت وأليو ديانج. المنافسه دي كانت عامله ازاي ليكوا وفيكوا في التمرين وفي المباريات؟ في التمرين طبعا لا يعني دي حاجه لمصلحه الفريق يعني. المدرب طبعا اي مدرب يبقى فرحان ومبسوط ان هو عنده مثلا 3 4 او 5 لعيبه في مركز واحد وكلهم مستويات قريبه من بعض وكلهم بيكملوا بعض، دي حاجه بتنجح الفرقه. هو يحط اي 2 لعيبه منهم هينجحوا الفرقه ويعملوا الشغل اللي هو مطلوب منه. فدي حاجه لمصلحه الفرقه واللعيبه كلها مستوياتها قريبه من بعض. وفي التمرين طبعا كله بيموت نفسه وكله عايز يبقى موجود في الملعب، فدي حاجه يعني مديها طعم للفرقه. بس اقول لك الحق يعني، واضح انه في الفتره الاخيره ديانج كان معايا في مداخله قال انا والسولية بالعينين بنفهم بعض بالعينين دلوقتي. واضح انك يعني ايه، قلت له دافع بقى سيبني هاجم شويه الفتره دي. لا. هل بالفعل التفاهم وصل للدرجه دي؟ طبعا يعني احنا لعبنا مع بعض كتير، وديانج طبعا لعيب صغير ولعيب لسه قدامه كتير ومستقبله كبير جدا وامكانياته عاليه جدا، وطبعا وجوده طبعا في الفريق مفيد جدا ليه ولينا. طبعا يعني من الركائز الاساسيه دلوقتي، قدر ان هو يحط رجله بسرعه. الموضوع ان هو يهاجم او انا ههاجم هو يدافع، لا يعني طبعا اي حد بيلعب جنبي او انا بلعب جنب اي حد بيبقى مطلوب مننا احنا الاثنين يعني. مستر فايلر بيطلب من اللعيبه كلها ان هي تهاجم يعني، هو ما بيحبش اللعيب اللي بيهاجم وما بيدافعش. لازم تعمل في واجبات، لازم تعمل تدافع اساسيه. طبعا. فلو ديانج مثلا كمل في هجمه انا اوريدي انا بقف. وبالعكس هو يعني على طول يعني انا شايفه هو مكمل في الهجمه خلاص انا بقف عشان البوزيشن بتاعي، بس مرتاح جنب ديانج. لكنه واضح انه كمان حتى مع حمدي فتح الدنيا كانت ماشيه كويس، مع محمد محمود، مع حسام عاشور طبعا. ما ادراك مع حسام عاشور يعني. مش عايز يعني انا مش عايز اقلب المواجع في موضوع حسام عاشور واحمد فتحي وشريف اكرامي، لانه طبعا العاطفه موجوده ولاعيبه لعبوا معاكم بشكل كويس، لكن بالتاكيد حسام عاشور بالتحديد ليه كلمه منك. طبعا يعني حسام عاشور يعني كابتن النادي الاهلي وابن من ابناء النادي الاهلي. انا يعني من اكثر اللعيبه اللي انا حبيت ان انا العب جنبها ولعبت جنبه في المنتخب قبل ما اجي النادي الاهلي. بيدي حريه للعيب اللي جنبه، بتطلع كل حاجه عندك، ما بتقلقش من موضوع الدفاع، مطمن مطمن طبعا يعني. هو كان بيشيل نص الملعب لوحده. ادى النادي الاهلي كتير. انا واحد من الناس كنت اتمنى ان هو يكمل طبعا في النادي الاهلي ويختم حياته في النادي الاهلي. بس يعني ده قرار النادي. وعاشور طبعا يعني واحد من الناس انا هفتقده في الفرقه، هفتقد وجوده معانا ككابتن فريق وكقائد لينا. من اكتر الناس اللي محقق بطولات في يعني في مصر وفي العالم. اتمنى له طبعا التوفيق في اي خطوه هو هياخدها، وطبعا هكون زعلان ان هو مش هيكمل معانا الفتره اللي جايه، وان شاء الله يكون الفتره اللي جايه خير ليه ان شاء الله.